أنا معي على الهواء دكتور وحيد بن حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. برحب بحضرتك معنا دكتور وحيد في الحياة اليوم، وبداية خليني أسمع تعليق حضرتك أو تقييمك لتطورات الساعات الأخيرة. مساء الخير لكم جميعا وللمشاهدين أجمعين. أهلا وسهلا. طبعا تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية قبل حرق السفارتين وقبل العدوان الحوثي في اليمن ضد المملكة العربية السعودية وقبل تحريض حزب الله اللبناني الإرهابي على المملكة، المملكة عانت الكثير من العدوان الإيراني الفارسي الصفوي عليها منذ عام 79 ميلادية، تحديدا بعد أن أعلنت إيران عن تصدير الثورة الإسلامية كما تدعي إلى المملكة العربية السعودية وإلى جميع الدول الخليج العربي. وتوجت هذه الأعمال العدوانية عام 1407 تحديدا ميلادية، عام 1987 ميلادية، عندما أعلنت ما يسمى بالبراءة من الكفار في مظاهرات فوضوية عارمة فيها تدمير وفيها تحطيم للممتلكات سنويا من عام 1407 وحتى عام 1997 ميلادية. إيران لم تكتفي بهذه الأفعال والأعمال التي تختلف وتتغاير وتتناقض مع أنظمة القانون الدولي والأعراف الدولية والمواثيق الدولية، وإنما كما عهدنا منها أفعالها ما فعلته من العدوان على الجدر الأماراتية الثلاث والعدوان المتواصل على دولة البحرين. هذه الأفعال لا وحسب أنها تتناقض مع الأعراف الدولية، وإنما أيضا تمثل عدوان على أمن واستقرار المملكة تحديدا وعلى الأمن والاستقرار العربي لجميع الدول العربية، لأنها حاولت أن تتدخل بشكل متواصل في الشؤون الداخلية للدول العربية برمتها أولا، ثانيا محاولاتها لتشييع الكثير من أبناء الطائفة السنية، ومحاولتها لامتطاء ظهور هذه العرب المعروفين عنهم بتحيزهم المتواصل لإيران وللدولة الصفوية. إذن خرق القانون الدولي بحرق السفارتين، السفارة والقنصلية، يمثل أيضا تهديد للأمن والسلم الدوليين تحديدا، وهذا يتطلب تدخل الجامعة العربية بصورة مستقلة ومباشرة، وأيضا منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي، لأنه هو معني بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. طيب، على ذكر جامعة الدول العربية والمنتظر منها دكتور وحيد، في ظل ردود الأفعال العربية من قطع للعلاقات الدبلوماسية، قرار طبعا تم اتخاذه من قبل مملكة البحرين من السودان وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في دولة الإمارات، هل تتوقع أنه هيكون في يعني موقف عربي موحد وأيضا موقف موحد على مستوى دول التعاون الخليجي؟ الخطر يعم، الخطر الإيراني الصفوي الفارسي يعم جميع الدول العربية، وبالتالي لابد وأن تتدخل الدول العربية بصورة جماعية لمنع إيران من مواصلة عدوانها على الدول العربية وتحديها لهذه الدول وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية ومحاولاتها المتواصلة ل ما يسمى استدعاء، وأنا أركز على كلمة استدعاء، القوى الأجنبية في التدخل في الشؤون الداخلية الدول العربية بما تمثله إيران
من تهديدات مباشرة سواء في الخليج العربي أو في لبنان أو في سوريا أو في اليمن، في اليمن الحوثيين الآن. فهذه المخاطر طبعا تعم جميع الدول العربية دون استثناء. لكن في ملفات ملتهبة وما زالت يعني شائكة دكتور وحيد. إيران امبارح في أول رد فعل يعني بيتكلموا على أنها أزمة يعني شايفينها مفتعلة، والبعض شايف كمان أن إيران سعت لهذا في التوقيت ده لصرف المملكة العربية السعودية، إشغالها بأمور داخلية بس الفتنة والفرقة علشان يعني ما تكونش حاضرة بالشكل القوي في الأزمة السورية وأيضا الوضع في اليمن. شايف حضرتك إزاي الموضوع ده؟ طبعا نعم صحيح، واضح أنه إشغال المملكة بشؤون مشاكل داخلية سواء بإثارة الفتن في داخل المملكة أو عمليات إرهابية مدبرة ومنسقة وممولة من إيران والأجندة التي تحاول أن تنفذها في المنطقة. هذه المحاولات لإشغال المملكة إضعافها، واضح إضعافها وإضعاف موقفها التفاوضي أو موقفها فيما يتعلق بتبني سياسات فعالة ضد إيران. هذه الأمور طبعا واضحة بأنها محاولة جادة ومتواصلة لإشغال المملكة بهذه الأمور وإضعاف موقفها. حضرتك ذكرت دكتور وحيد أهمية التحرك الدولي أو أن يكون في موقف دولي موحد وإنزال عقوبات على إيران، لكن في المقابل احنا شفنا رد الفعل الأمريكي اللي عايز أسمع رؤية حضرتك ليه وتقييمه، وأيضا الأمم المتحدة على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، وكلها يعني ردود أفعال بتتكلم على نشعر بالخطر، نشعر بالفزع، يعني ياريت يكون في تهدئة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية. روسيا النهاردة أعلنت رغبتها في الوساطة. فشايف إزاي المواقف الدولية اللي عبرت عن نفسها؟ طبعا المواقف الدولية طبيعي أن تحاول قدر المستطاع أن تتبع أساليب الدبلوماسية، خصوصا الوساطة الحميدة بين الدول، إذا كان في صراع وخلاف كما هو واضح ما بين المملكة وما بين إيران، شيء طبيعي جدا حفاظا على أمن والسلم الدوليين. وهذا شيء طبعا جاي في ميثاق الأمم المتحدة، لكن أيضا واضح بأن دائما الولايات المتحدة الأمريكية دائما تلعب دورين مع الأسف الشديد، تكيل بمكيالين في المنطقة، ولديها أجندة دائما تخفيها، ولكن مع الأسف الشديد لا يمكن أن تخفيها طويلا. شهدنا ما فعلته في العراق، وشهدنا ما فعلته في سوريا عندما اكتفت بأن يعطيها بشار الأسد الأسلحة الكيماوية، وخففت من ضغطها على نظام بشار الأسد. لو أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت بقوة كما فعلت روسيا الاتحادية في تدخلها في سوريا، لا كان نظام بشار الأسد انتهى. طب إذن سؤالي الأخير دكتور وحيد، هل تتوقع الأزمة يعني فضل في سبيلها للتصعيد أكتر في الساعات القادمة، ولا في الآخر هيتم احتوائها وإنهاء حالة التوتر، نظرا أن يعني التوازنات الإقليمية والدولية هي اللي هيكون لها الكلمة الأخيرة في النهاية؟ حسب رأيي أنه أي أزمة من هذا الحجم وهذا المستوى لابد وأن يتم احتوائها قدر المستطاع، لأنها تضر بمصالح جميع الدول دون استثناء، وتضر بالأمن والسلم الإقليمي والدولي، وبالتالي لابد من نزع فتيل الأزمة بتدخل المجتمع الدولي بقوة، وممكن لربما وضع عقوبات على إيران نتيجة ما افتعلته من أعمال عنف ضد السفارة والقنصلية. شكرا جزيلا دكتور وحيد بن حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، شكرا جزيلا على وجودك وعلى قراءتك السياسية طبعا لهذه الأزمة وأبعادها.